أستاذنا الكبير حمدي الكنيسي. يوم 10 رمضان الساعة 2 الظهر كنت فين؟ أنا يوم 10 رمضان الساعة 2 الساعة 2 6 أكتوبر أيوه أنا كنت في استوديو البرامج في صوت العرب، ولقيت نفسي بدون مناسبة رايح استوديو الهوا، وكانت موجودة فيه ميرفت رجب، فاكرها أنت اللي بقت رئيسة التلفزيون بعد كده. أنت رايح بالصدفة كده؟ بالصدفة البحتة. ما احنا ما كانش حد حاسس ان نهائي خالص. 2 للـ10 تقريبا ده لقيتنا قدامها، قالت لي ايه خطو عزيزه وبتاع، قلت لها انا كنت جنبك قلت افوت على وقتها. كنت في صوت العرب حضرتك؟ كنت في صوت العرب قارئ نشره ومذيع وقصائص سبت قارئ نشره في البرنامج العام ورحت في صوت العرب البرامج بس وقصائص وكل برامج دي. فانا قاعد معاها ما فاتش ربع ساعه 2:10 لقينا واحد جاي من الاخبار بيديها البيان، الخبر البيان العسكري الاول فقرت الخبر وبصيت لقيت لي بقول لك ايه انت جاي وعارف ان البيان ده هتذاع دلوقتي عليك قالت لي 100% انت. قلت لها صدقيني والله ابدا، هو ده ان كان احساس كده او تمنيات من جوايا، انما يعني ده اجمل خبر دلوقتي سمعته وعن اذنك بقى. على فين؟ قلت لها على بابا شارع. كان رئيس الاذاعه وقتها ومحمد محمود شعبان طبعا وطلعت له قلت له يا بابا انا عاوز اطلع مراسل حربي. فبص لي باللهجه اللي انت عارفها الهاديه دي، ايه ده يا حمد معقول دي حرب انت عارف ده يعني ايه؟ قلت له انا عارف وانا مصمم وباصرار، وعلى فكره بقى يا بابا انا ممكن اطلب استدعائي للقوات المسلحه وده حقي. فقال لي دقيقه واحده وبالتليفون كلم مين؟ الدكتور عبد القادر حاتم. كان الدكتور عبد القادر حاتم انت عارف ايامها كان نائب رئيس الوزراء ووزير الاعلام، وقال له احنا هنطلع مراسل حربي من عندنا حمدي الكنيسي وخلاص هيبدا يتحرك يعني من الاذاعه على البيت. البيت المدام وكان عم عندنا وبنتين، كانت البنت الثالثه ما لسه ما جبناهاش. فقلت العم لو سمحت تاخد المدام والبنتين على البلد، انا عاوز اقعد اتفرغ للمهمه اللي انا داخلها دلوقتي. البلد طنطا. الحقيقه اللي ما كانتش طنطا وميها البحيره اللي مدام كانت من البحيره. اي بس فالمهم وعلى الفور بدات انسق من الفجر، نزلت على الجراج خدت اللي هو يوم 7 بقى يوم 7 بقى خدت عربيه الاذاعه وعلى الأمطره شرق الأمطره غرب. ليه اخترتها الله اعلم. فالمهم رحت كان في هناك ضابط وحد من الشؤون المعنويه، كان التوجيه المعنوي اسمه ايامها انا فلان. معاك جهاز تسجيل بقى ولا ايه؟ معايا. انت فاكر يا استاذ سمير الماي هاك الكبير؟ النجره يا ريت النجره كمان حاجه بلوه قد كده كارثه كبيره كارثه تقيله قوي واشريط عليها لوحده قد كده ما انت فاكر. فالمهم ايه وبدات اول خطوه ليا في احسن واعظم واجمل ايام في حياتي هناك. انا طبعا خدنا مقارب مطاط وعدينا، لان كان بدا الاسرائيليين المدفعيه بالهاوتزر والمدفعيه الثقيله بتضرب من بعيد على القناه عشان يعطلوا الكباري والعبور وكده، لان هم المفاجاه ليهم أرباكتهم أرباكتهم بشكل لا تتخيله. يعني هم ما كانوش متخيلين إن ده يحصل، إن أنت ممكن تعبر القناة. جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل وقتها بيقولوا لها يعني فكرك لو المصريين يفكروا يعبروا من القناة، فقالت له هيحترقوا داخلها، لأن هم كانوا مجهزين مواسير النابالم. وكل شيء جاهز تماما والساتر الترابي. يمكن انت تذكر حصل حوار يعني طريف جدا بين احد قادتنا الكبار اللي كان بيتسم بالذكاء والدهاء الى اقصى درجه، اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني. في ابريل او في مايو 73 قبل الحرب معاه جنرال سوفيتي كنا اصدقائنا طبعا اسمه لاشينكوف، فبيقول له يا جنرال انتوا هتعملوا ايه في الساتر الترابي الروسي اللي بيسال بقول له انت وين تعملوا ايه؟
طب القناه دي لو اتصرفتوا فيها هتعملوا ايه في الساتر الترابي ده؟ سعد مأمون كان عارف هنعمل ايه بس ما قالوش. قال له هنشتغل بقى بالديناميت ونجرب ضرب بالطيران والمقذوفات الى اخره. فبص له كده وضحك قال له انتوا هتشتغلوا في الحرب بطريقه سنه 1914. انتوا ناس عايشين فين؟ ده انتوا محتاجين قنبله ذريه. وكان سعد مأمون يعلم علم اليقين ان احنا توصلنا الى ابتكار مصري 100% بفكرة المقدم او الرائد وقتها باقي زكي، اللي هو اقترح علينا ان نستخدم مضخات المياه عشان الساتر الترابي، نشق الساتر الترابي ده ونعمل فيه الثغرات دي كلها. وبسرعة الكباري بتتعمل وبنعدي، لان طبعا ما هو الراجل الخبير السوفيتي ليه حق. طب انت مش هتعرف تنزل الساتر ده، هتقابل دبابات الاسرائيليه بمين؟ بمشاهد بناس على رجليهم. هيخلصوا عليهم، ده جزء من التمويل. طبعا. سعد مأمون قال له نجرب بقى وبتاع، وادعى انه ما اعرفش يعني، او انكر انه في اي وسيله اخرى. وبالمناسبه عمليه شق الساتر الترابي وعمل الفتحات فيه دي، كذا فتحه كان حوالي اكثر من 24 فتحه، تمت بأمر وعلم مين؟ جمال عبد الناصر. يا سلام. لأن المقدم أو الرائد مش فاكر ربته باقي زكي اقترح ده على رئيس الفرقة بتاعته. هو كان مهمته المركبات، هو أساسا مهندس مركبات. فهو حضر في اجتماع فبيوزعوا الأدوار. فهو طلب الكلمة وقال لقائد الفرقة يا فندم ممكن أتكلم في موضوع الساتر والرمل ده والحكاية دي؟ قال له أنت مالك، أنت عليك المركبات والعربيات. قال له معلش، ما انا كنت مهندس في ايام السد العالي وانا عندي فكره. قال له قول يا سيدي. قال له نستخدم مضخات ميه بطريقه معينه ونعمل ونعمل ونعمل. قال له منين الافكار دي؟ قال له احنا كنا بنعملها في السد العالي وبننزل الرمال دي عشان نعمل السد العالي، فاما نجرب الحكايه دي. قال له نجربها، وبعدين قال له اكتب لي تقرير بالموضوع ده كامل. فكتب له التقرير بالتفاصيل، نعمل كذا وكذا. رايح له بيه تاني يوم، خد التقرير وقال له ده التقرير خلاص. قال له اهو، وقام قطعه. قال له لان دلوقتي الموضوع تم اعتماده واصبح سري للغايه، محدش عرفه غيرك. قال له ازاي؟ قال له احنا بلغنا الرئيس عبد الناصر. عبد الناصر يا استاذ سمير بعد النكسه وبعد رجوعه من التنحي كان بيشتغل في الجيش يوميا، وانا عندي قصص غريبه على مجهوده اللي كان بيعمله ايام تمهيدا للثغره. ولما قال يعني ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه، ولا صوت يعلو على صوت المعركه، ودفع صحته ثمن. طبعا طبعا. فدفع فوافق على المشروع، على الفكره دي، وبداوا يجربوها في الخطبه وفي حلوان وفي كذا مكان، لقوها ناجحه 100%. وخلوها سريه بقى، وخلوها سريه، وكانت مفاجاه مذهله لإسرائيل. أرجع بقى لمشواري أنا، معدي بالقارب المطاط ده، وجيت أطلع على الساتر الترابي. أنا أذكر إن في التمرينات كان الجنود عشان يطلعوا شايل على ظهره معداته وأكله وحاجات دي حوالي 25 كيلو، كان بياخد وقت على ما يطلع على السلالم الحبال دي. أثناء الحرب كان بيشيل ضعف عمولته وبيطلع في نص الوقت. يا سلام. المتاح. الله. وده اللي اكدها لي مين؟ ابو غزاله رحمه الله، وهو من ابطالنا العظام في حرب اكتوبر. قال لي تصور الولاد كانوا بيطلعوا يعني بصعوبه، الولاد بقوا زي الرهوان بيطلعوا شايل 40 كيلو 70 كيلو على ظهره.